شاركت الكويت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 رغم إيقاف اللجنة الأولمبية المحلية، ورغم تحقيق فهيد الديحاني أول ذهبية في تاريخ الكويت بالأولمبياد في مسابقة الرماية، إلا أننا شفنا علم مختلف بيحمل شعار الأولمبياد ونشيد وطني مختلف أثناء تتويجه. السؤال هنا، ليه لم يتم رفع علم الكويت؟ وليه ما سمعناش النشيد الوطني بتاعهم؟ وإزاي ممكن لاجئ يشارك في الأولمبياد رغم ابتعاده عن دولته الأم؟ وإيه هو العلم والنشيد الأولمبي اللي ظهر وقتها؟ يحق للرياضي أن ينافس تحت العلم الأولمبي في أكثر من حالة، وهم إذا لم تصبح الدولة عضو رسمي في اللجنة الأولمبية زي ما حصل مع جنوب السودان وجزر الأنتيل الهولندية في لندن 2012، أو لإيقاف اللجنة الأولمبية الوطنية زي ما حصل مع الكويت في ريو 2016، أو بسبب عقوبات من الأمم المتحدة زي ما حصل مع يوغوسلافيا في برشلونة 1992، وبيعرفوا باسم الرياضيون المستقلون. وفي الفريق الأولمبي للاجئين، وتم تشكيله لأول مرة في ريو 2016، وضم لاجئين من السودان وسوريا والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا، وحيكون متواجد برضو في طوكيو 2020. أول رياضيين شاركوا تحت مظلة العلم الأولمبي كانوا في أولمبياد موسكو 1980، بعد رغبة بعض الدول الأوروبية في المشاركة رغم دعم حكومتهم لمقاطعة أمريكا لروسيا بسبب الحرب على أفغانستان. فظهر بعض الرياضيين من 14 لجنة أولمبية تحت مظلة العلم الأولمبي. ومن 1980 وحتى 2020 حقق الرياضيون المشاركون تحت مظلة العلم الأولمبي 5 ميداليات، منها ذهبية واحدة للكويتي فهيد الديحاني في منافسات الرماية في ريو 2016. العلم الأولمبي لونه أبيض وفي منتصفه الرمز الأولمبي، والمتكون من 5 حلقات متشابكة بالألوان الأزرق والأصفر والأسود والأخضر والأحمر في إشارة لوحدة القارات الخمس، وتم رفعه لأول مرة في الأولمبياد الصيفية بعد تتويج الديحاني بالذهبية. من المفترض أن الفائز بالذهبية بيسمع النشيد الوطني لدولته مع رفع العلم. هنا الرياضي الفائز تحت مظلة العلم الأولمبي بيسمع النشيد الأولمبي، وهو من تأليف الموسيقار اليوناني سبيرتون ساماراس ومن كلمات الشاعر اليوناني كوستيس بالاماس. أول استخدام للنشيد الأولمبي كان في النسخة الأولى بأولمبياد أثينا 1896، وتم اعتماده رسمياً عام 1958، ويعزف بشكل رسمي بدءاً من أولمبياد روما 1960 في حفل الافتتاح مع رفع العلم الأولمبي وحفل الختام أثناء إنزال العلم. في طوكيو 2020 هيكون فيه 29 رياضي أولمبي مستقل، فهل هيتوج أحدهم بذهبية ونسمع النشيد الأولمبي بيعزف من جديد؟